بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور أحمد زهرة. إن شاء الله إحنا عملنا مجموعة فيديوهات هي عبارة عن دورة تمهيدية. الدورة دي قبل ما تدخل الدراسة كده إن شاء الله عشان تتعرف على مادة الهيستولوجي. طبعا إحنا مقسمين الدورة دي إلى مجموعة من الفيديوهات، كل فيديو فيها بيتكلم عن حاجة معينة. أول فيديو معنا دلوقتي اللي أنت بتسمعه هو هنتكلم فيه عن ثلاث أشياء أو ثلاث حاجات. أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه مادة الهيستولوجي. تاني حاجة هنستفيد ايه من دراسة مادة الهيستولوجي. الحاجة التالتة ان ايه الحاجات اللي احنا هندرسها جوه المادة دي، او انت هتدرس فيها ايه بالظبط. لان طبعا معرفتك بالمادة قبل ما تدخلها او قبل ما تدرسها في الكلية هيسهل عليك كتير ان انت ان شاء الله اول ما الدراسة تبدأ معاك انت تبدأ برضو بتتابع على طول اول باول ما تتأخرش. طبعا في الفيديوهات اللي جايه هيكون في نصايح عن ازاي تذاكر كويس، ازاي تكون من الاوائل، ازاي تحافظ على ان انت دايما مستواك يبقى كويس طول السنه، ايه الطريقه الصحيحه اللي انت تذاكر بيها المواد في الكليه، لان طبعا الموضوع مختلف شويه مش زي مرحله الثانويه العامه او كده، لان طبعا كميه المعلومات اللي موجوده في الكليه اكبر بكتير فمحتاجه تنظيم معين، وان شاء الله الحاجات دي هنتكلم عليها في الفيديوز اللي جايه. طيب اول حاجه عندنا دلوقتي عايزين نعرف يعني ايه كلمه هيستولوجي. طبعا الهيستولوجي بالعربي كده يا اولاد اللي هم بيقولوا عليه علم الانسجه والخلايا. علم الانسجه والخلايا يعني دي الترجمه باللغه العربيه كده لكلمه هيستولوجي، معناها علم الانسجه والخلايا. طبعا انا في حاجه بس عايزك تعرفها، ان احنا عندنا في علم كده ان شاء الله في الكليه هتكتشفه اسمه ترمينولوجي. ترمينولوجي يعني علم المصطلحات الطبيه، ان اي مصطلح طبي زي اللي قدامك ده بيبقى عباره عن مقاطع، وكل مقطع فيه بيدل على معنى معين. يعني ايه؟ يعني مثلا كلمه هيستولوجي اللي قدامنا دي اصلا هي قسمين، هيستو اللي في الاول دي معناها تيشو. طبعا كلمه تيشو معناها نسيج. خلي بالك انا هحاول ما امشي معاك بالراحه عشان تفهم كل حاجه عباره عن ايه. هيستولوجي اول حاجه هيستو اللي في الاول دي معناها تيشو يعني نسيج، واولوجي اللي في الاخر دي كلنا عارفينها، اولوجي يعني ساينس يعني علم. اذا كلمه هيستولوجي معناها ايه؟ علم الانسجه. يبقى اذا هيستولوجي هي اصلا عباره عن مقطعين، هيستو اللي في الاول دي معناها تيشو يعني نسيج، واولوجي اللي في الاخر دي معناها ساينس يعني علم. يبقى كلمه هيستولوجي كلها على بعضها معناها علم الانسجه والخلايا. طبعا الفكره اللي انا عايزك تفهمها ان طريقه الدراسه عندنا في الكليه هي عباره عن مرحلتين. اول مرحله انت بتدرس جسم الانسان بشكل طبيعي، عشان طبعا بعد كده في المرحله الثانيه او الكلينيكال هتدرس بقى الامراض، فهتبقى فاهم الامراض بتحصل ازاي، لان انت لازم تكون عارف شكل الحاجه ووظائفها وهي طبيعيه علشان لما تبوظ تبقى عارف الخلل فين وتقدر حضرتك ان شاء الله تعالجه. طبعا المواد بقى الاناتومي والفسيولوجي والمواد الثانيه كل واحد بيدرس جسم الانسان الطبيعي من وجهه نظره. احنا عندنا في الهيستولوجي بندرس جسم الانسان بس باستخدام الميكروسكوب. يعني ايه؟ ان احنا بنجيب كل نسيج وكل خلية في جسم الانسان ونبص عليها بالميكروسكوب وتعرف تركيبها عامل ازاي، علشان لو حدث خلل في اي حاجة من دي تبقى انت عارف فين الخلل بالظبط. كمثال عايز اوضح لك الموضوع ده، انا جبت لك صورتين قدامنا. طبعا ان شاء الله لما نيجي ندرس كده في الهيستولوجي الصورة اللي فوق دي يا اولاد هي عبارة عن خلايا الكبد. الكبد اللي احنا بنسميه ليفر، ليفر ده اللي هو الكبد. خلاص؟ الصورة اللي قدامنا اللي فوق دي هي عبارة عن شكل خلايا الكبد وهي طبيعية. طبعا لو جيت تبص طبعا احنا ندرسها بالتفصيل فيما بعد، لكن انا بس عايز اوضح لك احنا يعني ايه الفايدة من دراسة الهيستولوجي. احنا خلاص عرفنا اول نقطة عندنا ان الهيستولوجي هو علم بيهتم بدراسة الانسجة والخلايا، وان احنا بندرس الخلايا الطبيعية مش المرضية تحت الميكروسكوب. طيب عايزين بقى نشوف ايه الفكرة، وانا عايز افهمك الفايدة من دراسة الهيستولوجي. اول حاجة ان احنا مثلا اللي فوق دي هي شكل خلايا الكبد الطبيعية تحت الميكروسكوب. لو جيت حضرتك تبص مثلا هتلاقي ان النواه اللي جوه الخلية شكلها زي ما حضرتك شايف كده بيبقى دائري، والخلايا ليها شكل معين. طيب ايه رأيك بقى لو انت شفت الصورة دي؟ اهي دي خلايا برضو ليفر كبد بس في انسان مريض. بذمتك دلوقتي انت مش حاسس ان في فرق، على الرغم ان انت لسه ما درستش ولا حاجة، بس انت حاسس فعلا ان في فرق ما بين النسيج النورمال الطبيعي والنسيج اللي فيه ديزيز او فيه مرض، صح كده؟ واضح هنا فعلا ان الخلايا بدأ يظهر فيها زي حاجات كبيرة كده لونها ابيض، ده معناه ان الشخص ده عنده حاجة اسمها فاتي ليفر. طبعا ما تستعجلش الكلام ده كله انت هتعرفه بعدين. فاتي ليفر ده معناه ان الشخص ده عنده مرض معين بيزود الدهون اللي في الكبد، يا اما هو مثلا بياكل دهون كتير، يا اما بيشرب الكحول، يا اما مش عارف ايه، حاجات انت هتعرفها فيما بعد. لكن واضح دايما او واضح ان في فرق بين الخلايا اللي شكلها نورمال الخلايا الطبيعية وبين الخلايا اللي شكلها ديزيز. فانت لازم تفهم الاول الخلايا الطبيعية علشان بعد كده لما تشوف خلية فيها أمراض أو فيها مشاكل تعرف إن الخلية دي فعلا مش مظبوطة وإن فيها خلل، وتبدأ كمان تعرف إزاي تحدد الخلل ده وتعالجه إن شاء الله. فإحنا إن شاء الله بنهتم بدراسة الحاجات كلها اللي هي الطبيعية.
طب احنا هنمشي في 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 دراسه الماده دي ازاي؟ بص يا سيدي، احنا عندنا في فكره كلنا عارفينها بتقول ان اصغر حاجه في جسم الانسان هي سل. سل يعني خليه، اصغر وحده في جسم الانسان اللي هي الخليه. طبعا الخليه دي مجموعه من الخلايا لما بيتجمعوا مع بعض بيعملوا حاجه اسمها تشو اللي هو نسيج. ركز معايا عشان افهمك انت هتدرس ايه جوه الماده. احنا خلاص دلوقتي النقطتين الاولين، شوف انا بعيد عليك علشان ده اول فيديو ليك في الماده، فلازم تطلع منه وانت فاهم نقاط محدده. اول سؤال يعني ايه هيستولوجي، والهيستولوجي عرفت ان هو ماده بتدرس الانسجه والخلايا الطبيعيه باستخدام الميكروسكوب. طيب الحاجه الثانيه هنستفيد ايه من دراستها؟ هنستفيد ان احنا عرفنا شكل الخلايا الطبيعيه بحيث ان لو جاء قدامي خلايا مرضيه اعرف ان هي فعلا مش مظبوطه وان فيها خلل، وتحدد الخلل ده فين بالظبط علشان تقدر تعالجه. الحاجه الثالثه هندرس ايه جوه الماده دي. فانا دلوقتي هوضح لك الفكره اللي احنا بنعمل بيها الكتب بتاعه الهيستولوجي. اصغر حاجه في جسم الانسان هي السل، الخليه. الخليه دي لما بتتجمع مع بعضها بتعمل لي حاجه اسمها تشو. تشو اللي هي الانسجه. الانسجه لما بتتجمع مع بعض بتعمل حاجه اسمها اورجنز. اورجنز اللي هي الاعضاء. الاعضاء لما بتتجمع مع بعضها بتشتغل في حاجه اسمها سيستم. سيستم اللي هي الاجهزه بتاعه جسم الانسان. عايز اقول لك ان احنا ماشيين في دراستنا بالطريقه دي ازاي، ان احنا اول حاجه بندرسها خالص هي الخليه. يعني كلكم ان شاء الله اول ما تدخل الكليه هتلاقي ان احنا اول حاجه بنتكلم عليها هو الخليه، لان دي اصغر حاجه في جسم الانسان لازم انت تعرفها كويس. بعد كده لما تخلص السل او الخليه هتبدا بقى تدخل على الانواع المختلفه من الانسجه. يعني هيقول لك بقى ان الخلايا دي لما تتركب مع بعضها تعمل لك انسجه مختلفه. يعني مثلا في عندنا حاجه اسمها ابيثيليوم اللي هو النسيج الطلائي، في حاجه اسمها كونكتيف تيشو اللي هو النسيج الضام. ما تقلقش الحاجات دي هتجي لك بعدين، بس انا اللي عايزك تفهمه ان انت ان شاء الله بعد ما تنتهي من دراسه اول حاجه عندنا اللي هي السل هتبدا تتنقل على مرحله التيشوز اللي هي الانسجه، وتدرس الانسجه المختلفه في جسم الانسان. بعد كده ان شاء الله هنتنقل للمرحله اللي بعدها ندرس الاعضاء، هتدرس بقى الليفر والكبد والسبلين والطحال والحاجات دي كلها، وفي الاخر هنركب الحاجات دي مع بعضها وتدرس السيستمز. وان شاء الله بيكون دي اكبر مرحله، ان انت بقى بتركب كل الحاجات اللي انت اخدتها مع بعضها بقى عشان تطلع لك بالسيستم، مثلا زي الجهاز التنفسي او الجهاز الهضمي او الحاجات دي كلها. فاحنا اول حاجه بنبدا بيها هي السل او السيتولوجي، بنقول عليه سيتولوجي. سيتولوجي ده اللي هو عباره عن علم الخليه. ما انت خلاص بقى فهمت ان لما يكون كلمه كبيره كده بتبقى عباره عن مصطلح طبي انت ممكن تقسمه. يعني بص، سايتو اللي في الاول دي معناها سل يعني خليه، واولوجي اللي في الاخر دي معناها ساينس. فكلمة سيتولوجي يعني علم الخلية، وهي دي أول حاجة إحنا بنبتدي دراستها في الكلية، بنتكلم عن الخلايا بالتفصيل.